Hi, عاملين ايه؟ ان شاء الله فتحة خير كده. Hi, I'm Noura Soliman. I'm an artist. بس أنا مش هنا عشان أتكلم عن الأرت. أنا هنا عشان أتكلم عن الأرت of moving on. ساعات كده وأنت بتقلب في الفيسبوك بيقابلك بوست عن حد كان abused أو كان متبهدل في حياته جامد، وبتحس ان البوست ده مبالغ فيه او مش حقيقي، وتقول لنفسك لا لا انا الحاجه دي لا يمكن تحصل، لان انت شايف نفسك انك عايش حياه طبيعيه جدا وما يجيش في بالك انك تبقى اكسبوزد لحاجه زي كده، صح؟ انا برضو كنت بنت عاديه جدا، عايشه حياه طبيعيه خالص، واحده امبيشس، واحده بتحب ترسم، واحده نايف عبيطه كده شويه. بس I ended up suffering in a toxic relationship. كان عندي أمل إني أغير من التوكسيك بيرسون ده وإن الدنيا تتحسن، بس للأسف أنت ما تقدرش تغير من شخصية أي حد. أنت بس تقدر تغير من نفسك ومن قراراتك. أنا اتعرضت لأبيوز نفسياً وعاطفياً وجسدياً. I've been cheated on. أنا اتقال لي تقريبا بشكل يومي إني مش هعرف أحقق أي حاجة في حياتي. كنت دايما عايشة في رعب لأن حياتي كانت كتير مهددة بالخطر. ما كانش حتى مسموح لي إن أنا أعبر عن الإيموشنال تراما اللي أنا كنت عايشة فيها. I wasn't even allowed to cry. بس since إن أنا artist لقيت إن الطريقة الوحيدة اللي أعرف أعبر بيها عن my feelings was through making my own art. And this is how I felt. المشكلة إن الـ toxic relationships ممكن تاخد أشكال كتير، يعني هي مش شرط إن هي relationship ما بين واحد واحدة على فكرة، لا هي ممكن تبقى toxic friendship، ممكن تبقى toxic partnership، ممكن تحصل لأي حد فينا. المشكلة الأكبر كمان إن الواحد مش بيدرك إنه أصلاً في toxic relationship غير بعد ما بيكون عدى وقت كتير وعدى مواقف وقعد يعلى يعلى بليفلز لحد ما يوصل للبيك. أنا البيك بالنسبة لي كانت موقف شخصي جداً. في مرة كنت عرفت إن الشخص التوكسيك ده كان بيخوني للمرة الرابعة، فكنت خلاص جايبة آخري وزعقت. كانت أول مرة زعق مع الشخص ده، فاتضربت وراسي اترزعت وراسي قعدت تنزل في دم، وهو حتى مشي وسابني، وأنا فضلت قاعدة مرمية على الأرض متكعورة بتفرج على منظر الدم حواليا، بتفرج على منظر الدم على إيدي، وكانت صعبانة عليا نفسي جدا. بس الأكتر إن أنا كنت كارهة نفسي، لأني ساعتها شفت الصورة كاملة والسؤال عمال بيتكرر في دماغي، أنا إزاي سبت نفسي أوصل للمنظر ده؟ المشكلة إن إحنا حتى بعد ما بنخرج من حاجة زي كده بنفضل عايشين جوا loop of pain. بس did you know that you can make the best out of your worst experience؟ أكيد طبعاً بنلاقي كل الناس اللي حوالينا بتقول لك إيه، يلا موف أون، بص النص الكوباية المليان، يلا اشغل يومك، اشغل وقتك، صح؟ بس أنت بتبقى جواك اللي هو مش عارف يعني أيوه أعمل إيه بالظبط، أنا عايز حد يقول لي ديفايند أكشنز أمشي عليها اللي تخليني أرجع تاني أقوم على رجلي. الكلام دايماً سهل، It's always easier said than done. أنا عن نفسي كنت خارجة من العلاقة دي محطمة نفسياً تماماً، no self-esteem whatsoever، واحدة بلا هوية. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت عندي إن أنا كان عندي إصرار فظيع إن أنا عايزة أموف أون وعايزة أصلح نفسي بنفسي، والحمد لله نجحت.
وانت كمان تقدر تعمل كده. هنعمل ايه؟ بص بقى يا سيدي، اول حاجه في الستبس اوف موفينج اون بسميها ذا باد ليست. ايه بقى الباد ليست دي؟ انا خلاص لسه خارج من العلاقه طازه، ماليش نفس اعمل اي حاجه، منكب في السرير، زيرو انرجي، زيرو طاقه، مش كلنا بنبقى كده؟ انا بقى اقول لك على حاجه بتنفع جدا. اعمل بلاي ليست لفاني فيديوز عندك على اللابتوب او على الموبايل. فاني فيديوز بقى، سواء كات فيديوز، ستاند اب كوميديز، ناس بتتكعبل من على السلم وده بيضحكك، اللي يعجبك يعني. او حتى اسمع اب بيت ميوزك، سواء بقى بتاعت الجيم، مهرجانات، كل واحد وذوقه. دي انستنتلي بتبوست اب يور مود وبتديك طاقه ان انت تقوم من السرير تتحرك تعمل حاجه. ادي ايه؟ قمنا من السرير. تاني حاجه بسميها بيرسونال انفايرمنت. طب انت دلوقتي ما شاء الله عليك كده، ربنا يكرمك، قمت من السرير، الف مبروك، هتعمل ايه بقى؟ ابتدي غير ترتيب ونظام اوضتك. يعني ايه رايك مثلا تجيب السرير كده؟ طب هات المكتب هنا، طب هات الفازه المركونه المتربه عندكم في الريسبشن دي، حطها عندك في الاوضه. او مش عارف تعمل كده، ماما بتقفش، مش مشكله، ممكن اتليست ننظف. الترتيب او التنظيف عامة من الحاجات اللي بترفرش البيرسونال سبيس بتاعنا. بلس كمان انت بعد ما بتعمل كده بتحس ان انت ايه؟ سيلف اتشيفد سنه كده، تمام؟ تالت حاجه بسميها سلاح التلميذ، واعذروني يعني في مسميات يعني. اكيد في ناس منكم بتلات ان ذا توكسيك بيرسون تاني في حياتهم. عارفاكم، عارفة الناس دي. اتليست letting in كفكرة حتى، ان ما يمكن الدنيا تتصلح، ما يمكن، مش عارف ايه. انا بقى اقول لك على حاجة، انت بعد ما طلعت من العلاقة دي انت محتاج ان انت تسجل وتكتب عن your feelings في كشكول بيرسونال بتاعك انت، تكتب فيه الشخص ده عمل فيك ايه واذاك ازاي وانت ساعتها حسيت بايه، كل ده عشان وقت ما تحس انك عايز تكونتاكت الشخص ده تاني باي طريقه، تمام، افتح بقى الكشكول بتاعك واقرا اللي انت كاتبه بنفسك، لان ده السوليد ايفيدنس اللي انت كاتبه بنفسك. ساعتها هتلوز الانترست ان انت تكونتاكت الشخص ده تاني، لان افتكر ان دايما فيلينجز بتكونفيوز الفاكتس. دايما احنا وي تند تو ميك اكسكيوزز فور ذا ones وي loved، صح؟ طيب رابع حاجة، how to be alone. ما بنعرفش نبقى لوحدنا، صح؟ خصوصا كمان لو كانت العلاقة دي كانت حاجة long term شوية، قعدت فترة، فأكيد العلاقة دي غيرت في شخصيتك، وغيرت في اللايف ستايل بتاعك، غيرت في انت بتقعد مع مين النهارده، هناكل ايه، هتلبس ايه، تفاصيل. بلس كمان ان اصلا التوكسيك بيبل هم بيحبوا ان انت دايما تبقى ديبندنت عليهم في حاجه، عشان دايما تفضل محتاج لهم، ما تسيبهمش، مظبوط؟ ف now that you're done with that relationship بقى الحمد لله، try to explore the new side of yourself. يعني جرب مثلا اتفرج على الفيلم اللي انت كان نفسك فيه لوحدك، عادي مش هيحصل حاجه. روح الريستورنت جرب الاكله الجديده اللي فيها اخطبوط دي، جربها عادي. روح مثلا سافر، صلحي عربيتك بنفسك، قدم على الشغلانه اللي كان نفسك فيها، كمل البروجكت اللي انت راكنه، ارجع تاني مارس هواياتك. من الاخر اعمل كل الحاجات وانت معتمد على نفسك وواثق من نفسك، عادي جدا انك تقدر تعملها لوحدك، فبالتالي هتبقى اندبندنت واحده واحده. نيجي بقى للبعبع الكبير، السوشيال ميديا. كارثه السوشيال ميديا. طبعا اكيد بعد ما الريليشن شيب بتخلص بيبقى عندنا التمتيشن ان احنا نعرف هل الشخص التوكسيك اللي احنا كنا معاه ده، هل هو لسه متابعني، بيشوف اخباري، بيشوف البوست بتاعتي. انا شخصيا بيبقى عندي برضو فضول اعرف هو بيعمل ايه في حياته، وده احساس طبيعي عندنا كلنا. بس خدها مني، يعني امسح اي حاجه وكل حاجه ليها علاقه بالشخص ده على السوشيال ميديا تماما.
وما تخافش انك تفتكر ان ده ضعف منك. لا لا، انت كده انت بتختار لايف ستايل صحي اكتر هما مش موجودين فيه. بلس كمان ان انت هتلاحظ ان السوشيال ميديا بقت اريح بعد ما هما بقوش عليه. يعني ايه؟ هتلاقي نفسك وانت بتبوست بتعمل اي سوشيال ميديا اكتيفيتي you're not over acting او مفيش over performance من ناحيتك مثلا عشان عايز تثبت لحد حاجة او تغيظ حد بحاجة او someone يشوف البوست الفلاني وهكذا. احنا عارفين احنا الحوارات دي. فهتلاقي ان السوشيال ميديا بقت less stressful والشخص ده مبقاش موجود عليه. في الوقت اللي انت ضعيف فيه ده خليك حوالين صحابك الكويسين. احنا زي ما قلنا من شويه بي اندبندنت ونو هاو تو بي الون وكل حاجه تمام، بس اتس اوكي تو ريلاي اون يور فريندز، لان صحابك فاهمين ان الوقت اللي انت لسه خارج فيه متبهدل من توكسيك ريليشن شيب ده هم فاهمين الوقت ده بيهد اجمد واتخن واحد معاهم في الشله. فهم دول الناس اللي هتقدرك، صحابك اللي بيفكروك بالجود كواليتيز بتاعتك، صحابك اللي بيفكروك بيور سيلف وورث، صحابك اللي بي امباور يو انك تبقى احسن. دول الناس الكويسين اللي تقعد معاهم. طيب حاجه بسميها نيجاتيفيتي اكسورسيزم. انا عن نفسي كنت واحده من الناس اللي هو متعوده ان انا بروح الجيم بتمرن، بس لاحظت في الوقت اللي انا كنت داون فيه وحاسه بكره وبغضب وجوايا طاقه نيجاتيف، لاحظت ان انا طريقتي في الجيم اتغيرت. اللي هو ايه؟ بلفت مور ويتس، بتشالنج نفسي اكتر، وده فرق معايا نفسيا جدا. اي فيلت فيري سيلف اتشيفد، ورجع لي شويه من السيلف استيم بتاعي. فحاول ان انت تساين اب لاي حاجه فيها physical activity، سواء بقى classes في الجيم، boxing، crossfit، يوجا، بول دانسينج، ان شاء الله باليه مائي وتقلب سلحفه اي حاجه، او مثلا حاجه بسيطه هاند كرافتس بسيطه زي مثلا pottery making، painting، انا طبعا بحب البينتينج، والاوريجامي والحاجات دي. من الاخر حاول ان انت تلاقي outlet للستريس اللي انت فيه في الوقت ده. محتاج حاجة تغسل النيجاتيف انرجي اللي جواك. أنا دايما أقول إيه؟ نو كلوجر نو بروبلم. من الحاجات الرخمة وتلمع ومستفزة ويعني painful جدا ومايند كونسيومينج جدا إن لما التوكسيك ريليشن شيب بتاعتك بتخلص أنت ما خدتش كلوجر. يعني انت في كلام كتير محبوس جواك كان نفسك تقوله وما قلتوش، كان في كلام كتير كنت مستني تسمعه وما سمعتوش، حقك لحد النهارده ما خدتوش. بس اسال نفسك سؤال، هل الشخص التوكسيك اللي فضل يأذيني كل ده هل هو منتلي كيبابل انه يعترف انه غلطان او شايف نفسه ان هو ممكن يعتذر؟ غالبا لا، that's why he's toxic اصلا يعني. وغالبا برضو الاعتذار او الكلوجر اللي انت مستنيه عمره ما هيجي، عشان نبقى متفقين يعني. بس it's okay، احنا زي ما اتفقنا احنا ما نقدرش نغير من حد انه يقول حاجه او يحس بحاجه. احنا ما نعرفش نغير من مين غير من مين غير من نفسنا. طب هتقول لي اجيب الكلوجر منين؟ هقول لك find the closure within yourself. ازاي الكلوجر؟ ان انت مدرك تماما ومتيقن ان انت كنت في مكان وحش والحمد لله دلوقتي بقيت في مكان احسن. الكلوجر بتاعي ان انا genuinely believing that I deserved better. This is my closure. طيب أكيد بنلاقي ناس بتقول لنا look at the bright side، صح؟
طبعا ما حد يقول لك look at the bright side اللي هو بتقول له هو معلش يعني فين البرايت سايد في اللي حصل لي؟ مفيش اي برايت سايد الحمد لله عايشين. لا هو في برايت سايد. هتبص لها ازاي؟ بص لها ان اي شخص انت بتتعامل معاه، اي شخص فيه ما بينك وما بينه علاقه بتتعلم منه حاجه، وهو كمان يعني هو كمان برضو بيتعلم منك حاجه. فانت حاول ان انت تبص للتوكسيك ريليشن شيب بتاعتك دي من بعيد كبيجر بيكتشر كده اند انالايز ذات بيكتشر. نو يور سيلف بيتر باي اسكينج ذا رايت كويستشنز. يعني اسال نفسي وانا بانالايز كده اللي هو هي ايه الصفه اللي في شخصيتي اللي خلتني ان انا اصلا اتعامل مع شخص توكسيك اصلا واكمل كده؟ اكيد انا فيا برضو مشكله اكيد يعني. طيب ازاي ان انا امنع ده ان هو يحصل في المستقبل؟ طب هل الاوتكم بتاع التوكسيك ريليشن شيب دي، هل الاوتكم غير في صفات شخصيتي حاجه؟ يعني مثلا بقيت اطيب من الاول، بقيت ابقى عندي سيمباثي اكتر من ناحيه مشاكل الناس اللي حواليا، بقيت اقوى من الاول، بقيت عصبيه اكتر فحاول ان انا اشتغل على ده. فالبرايت سايد عندك هو التعرف على نقط الضعف ونقط القوة الجديدة اللي بقت عندك بعد الريليشن شيب دي عشان هتساعدك في قراراتك بعدين. فالبرايت سايد هو الدرس المستفاد. حلو، نيجي بقى لآخر حاجة، ودي طلب مني أنا شخصي يعني بعد إذنكم. يعني stop being the victim. Stop being the victim. أنا فاهمة إن أنت طلعت من العلاقة متدمر نفسياً، اتكلمنا كتير، عيطنا كتير، عملنا كل حاجة، تمام؟ بس it's time to move on. هتقول لي لا طب I still feel pain وبتاع. I know, I understand، والله أنا فاهمة. بس it's time to move on. It's time إن إحنا نقلب الصفحة دي. لان في هيوج ديفرنس كمايند سيت ان انا واحد عمال بيفكر انا مكتئب وانا بلوم كل اللي حواليا على تعاستي وانا 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 ومش عارفه ايه، وفرق ان انا دلوقتي كمايند سيت اوكي انا معترف ان انا ام ان بين، بس انا من جوايا اراده ان انا عايز اموف اون وعايز اوفركم ذس بين اند اوفركم ماي فيرز. ومش بس كده، لا انا عايز ابقى ذا بيست فيرجن اوف ماي سيلف، لان الحاجه دي مش هتوقفني. في فرق ما بين المايند سيتس دول. اعترف خلاص ان اللي حصل حصل، اللي حصل حصل مش هنعرف نغيره، بس فروم ذس بوينت اللي احنا فيها دلوقتي حالا بعد ما احنا خلصنا خلاص التوكسيك ريليشن شيب، ذس از ان يور كنترول. يعني انت دلوقتي حالا يور هابينس از يور تشويس، يور هابينس از يور ديسيجن، سو ميك ذات ديسيجن. ممكن يكون في بعض الناس منكم عندها فضول تعرف انا فين في حياتي دلوقتي. Well, let me tell you, after my divorce, I opened my own art studio. وده المكان اللي بعمل فيه أكتر حاجة بحبها في حياتي, which is teaching art. I have the greatest work team ever. I get to meet lots of interesting people all the time and it's crazy actually. الاستوديو عمل كذا معرض، كل معرض كان فيه أكتر من 100 لوحة and everyone absolutely loved it. من الآخر عملت كل حاجة اتقال لي إن أنا مش عارف أحققها في حياتي من شخص ما. جمعت كل أحلامي وطموحاتي ولزقتها في سوليتاب. حولت كل الهيترد وكل البين والبويزن اللي كان في دماغي، حولته البنزين دايما بيزقني لقدام. And I've met this amazing person who is now my husband.
ينفعش كده. And هو وراني قد ايه ان الدنيا لسه بخير only if we open our hearts to it. ودلوقتي وانا بقلب في الحكايات بتاعت الفيسبوك ما بقتش استغرب اي حكايه بقراها لان انا خلاص بقيت حكايه منهم. Thank you.